مرحبا بكم أحبائي، السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الدرس التاسع لتعلم اللغة الألمانية من مستوى الـ A2. في هذا الدرس سوف نشتغل على أشياء جميلة وأشياء رائعة، سوف نتدرب على السمع وعلى القراءة ونحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. لماذا هذا الدرس؟ لأنه كما تعرفون بأن خطتي التعليمية في الدراسة متنوعة، فاللغة الألمانية لا تتشكل فقط من قواعد، إنما يجب أيضا كسب المفردات، السمع، الكلام، القراءة إلى آخره، وهذا أيضا هو ما يحصل في الاختبار. إذا أحبائي، اليوم أعددت لكم نصا جميلا ورائعا. إذا كما قلت لكم، هذا هو درسنا التاسع من سلسلة دوتش ليرنن ميت ماغو لكسيون 9 من مستوى الأطفال. سوف أقرأ عليكم نصا، سوف أريه لكم فيما بعد، الآن سوف أخفيه عليكم. وأريدكم الآن أن تستمعوا إلى هذا النص وتحاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة مثل الاختبار. أنتم تعرفون بأننا نشتغل دائما مثل الاختبار أحبائي. أريدكم الآن أن تركزوا على النص أحبائي، تركزوا على النص وتجيبوا على الأسئلة التالية بصحيح أو خطأ. غشتش هو صحيح وفلش هو خطأ. السؤال الأول: منشن ميت أينم أكاديميشن أبشلوس هابن بسغ الشانسن أوف دم أربايتسماركت ألس أندم. منشن الناس ميت أينم أكاديميشن أبشلوس، أكاديميشن أبشلوس هي شهادة جامعية، يعني الناس الحاصلين على الشهادة الجامعية. هابن بسغ الشانسن أوف أربايتسماركت ألس أندم، عندهم فرص جيدة في الحصول على عمل على البقية، يعني هل الناس الحاصلين على شواهد جامعية عندهم فرصة كبيرة للحصول على شغل والحصول على العمل على الناس التي ليس عندهم، يعني صحيح أم خطأ؟ سأقرأ عليكم النص وأنتم تجيبون على السؤال الأول. السؤال الثاني: In ein paar Jahren gibt es nicht mehr so viele Stellen für Akademiker. In ein paar Jahren, يعني في السنوات القليلة المقبلة، لا يوجد عدد كبير من الوظائف الفارغة، الوظائف الشاغرة للناس الحاصلين على شواهد عليا. Stellen هي وظائف. Akademiker هم أصحاب الشواهد العليا، يعني الناس أصحاب الشواهد العليا ليس يعني في سنوات قليلة ولن يصبح هناك أبدا يعني شغل، يعني لم يعودوا مطلوبين لإيجاد عمل، لا توجد وظائف شاغرة بالنسبة له. صحيح أم خطأ؟ السؤال الثالث: لي غابغاوخت مان إما زي هابن زا غوت أغبايت شانسن. لي غابغاوخت إما يعني الأساتذة، أساتذة المدارس دائما نحتاج إليهم، يعني أساتذة المدارس دائما محتاجين إليهم. ذهاب زاغوت أغبيت شانس، لديهم فرصة كبيرة من أجل العمل. أغبيت شانس هي فرصة العمل. والسؤال الثالث، السؤال الثالث أحبائي الذي يجب أن تركزوا فيه: داس يوغا ستوديوم، يوغا ستوديوم هي دراسة الحقوق القانون. است كاين غارانتي، ليست بالغارانتي، الغارانتي هي يعني في مير في اين كارير، يعني غارانتي هي ضمانة، هي ضمانة يعني ليست ضمانة للحصول على عمل. هل هذا صحيح أم خطأ؟ يعني الناس، يعني إذا درس الشخص الحقوق لم تعد ضامنة، لا تعطيك ضمانة كبيرة من أجل إيجاد العمل. إذا ركزوا معي وسوف أقرأ عليكم النص ونرى، بعد ذلك سوف أريكم طبعا النص. النص اسمه Gute Zeiten für Akademiker. Zuerst die gute Nachricht: Akademiker sind seltener arbeitslos als andere
berufstätige, die Zahl der arbeitslosen Akademiker ist in Deutschland dreimal so niedrig wie die Gesamtquote und die Tendenz ist positiv. Das heißt, man erwartet in Zukunft mehr Stellen in akademischen Berufen, aber nicht alle Berufe haben gute Zukunftsaussichten. Sehr gut stehen die Arbeitschancen für Ärzte, Mathematiker, Maschinenbau und Elektronikingenieure, Finanz- und Wirtschaftsinformatiker können sich auf dem Arbeitsmarkt wie Fußball-Superstars fühlen. So gut sind ihre Arbeitsmöglichkeiten. Für Betriebswirte und Informatiker werden die Jobchancen schlechter, denn die Zahl der Berufstätigen mit Diplom hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Doch gute Absolventen finden noch immer eine Stelle. Die Zukunft für Biologen, Architekten und Juristen sieht schlecht aus. Auch Lehrer für Fächer wie Geschichte oder Sprachen gehören zu dieser Gruppe. Diese Studenten müssen ein hartes Studium absolvieren und der Arbeitsmarkt bietet ihnen nur geringe Chancen. Das Jurastudium zum Beispiel war viele Jahre lang eine gute Grundlage für steile Karriere. Heute arbeiten nur 20% der Juristen in guten Kanzleien oder im Staatsdienst. 80% kämpfen in kleinen Büros um das ökonomische Überleben. إذن أحبائي، كيف وجدتم النص؟ هل فهمتم كل شيء أم فقط الشيء القليل؟ الآن سوف أريدكم أن تكتبوا وحاولوا أن تجيبوا بصحيح أم خطأ. سوف أريكم النص وسوف نشتغل عليه. Gute Zeiten für Akademiker يعني أوقات، يعني الآن هذا زمن رائع بالنسبة لأصحاب الشواهد العليا، يعني أصحاب الشواهد العليا يعيشون الآن أوقات رائعة للنجاح. لماذا؟ Zuerst die gute Nachricht. Zuerst هي في البداية. Die gute Nachricht هو الخبر الجيد. Akademiker sind seltener arbeitslos. يعني أصحاب الشواهد العليا نادرا. Selten هو الشيء النادر. نادرا ما يكونون arbeitslos، عاطلين على العمل. Als andere Berufstätigen. يعني هنا مقارنة. مقارنة بين كل الناس التي تشتغل، يعني أصحاب الشواهد العليا غالبا ما يكونون عاطلين عن العمل بمقارنة مع الناس الأخرى التي تشتغل في مجالات لا تتطلب شواهد عليا. Als هي مقارنة مع، مقارنة مع. Sind selten، هنا selten هي selten، يعني نقارن بين الأكاديميكا وبين الأكاديميكا هنا في هذه الحالة وبين الأندغ بيروفستيتيغ، قارنا بينهم، لذلك قلنا هم نادرا. زلتنا أغبيتسلوس ألس، ألس يعني ألس مقارنة، مقارنة مع. دي تسال دي أغبيتسلوسن أكاديميكا إست إن دوتشلاند دغايمال زو نيدريش في دي جيزامت كفوت، يعني رقم دي تصال دي أربيتسلوزن، رقم
رقم العاطلين عن العمل من فئة أصحاب الشواهد العليا في ألمانيا هو 3 مرات أقل من الجيزانت كفوتو، أقل من الحصة الكاملة للعاطلين. يعني الحصة يعني دي يعني هنا عندنا دغايمال زو نيدغيش، 3 مرات أقل. نيدغيش هو أقل في دي جيزانت كفوتو. دي جيزانت كفوتو هي الحصة الكاملة، يعني نمسك الحصة الكاملة للعاطلين عن العمل ونرى بأن من هم أصحاب شواهد عليا نادرا ما يكونون عاطلين عن العمل. Und die Tendenz ist positiv. Tendenz تعني الاتجاه أو الميل. الاتجاه والميل يعني الاتجاه المنحنى الذي يسير فيه هذا المسار، مسار الناس أصحاب الشواهد العليا هو مسار إيجابي. Das heißt، هذا يعني من erwartet in Zukunft mehr Stellen in akademischen Berufen. من يعني الشخص الواحد ينتظر بأنه erwartet هو ينتظر، الشخص ينتظر في المستقبل mehr Stellen. mehr Stellen يعني وظائف كثيرة، وظائف كثيرة. mehr هي كثيرة وstellen هي وظائف، وظائف كثيرة في مجال الناس أصحاب الشواهد العليا. Aber nicht alle Berufe haben gute Zukunftsaussichten. يعني nicht alle، ليس كل المهن عندها يعني نظرة مستقبلية جيدة. جوت تسوكونفت أو سيزيشتن، تسوكونفت أو سيزيشتن هي النظرة المستقبلية. جوت تسوكونفت أو سيزيشتن، نظرة مستقبلية جيدة، يعني ليس كل أصحاب الشواهد العليا عندهم تلك النظرة المستقبلية الرائعة الجيدة. Sehr gut stehen die Arbeitschancen. يعني الآن نتحدث عن النظرة المستقبلية الجيدة ونقول بأنه sehr gut stehen die Arbeitschancen، بشكل رائع. يعني بشكل رائع، Arbeitschancen هي فرصة العمل. بشكل رائع فرصة العمل بالنسبة لأصحاب هذه الأمور، يعني الذين في المجال الإيجابي يستطيعون إيجاد عمل هما für Ärzte، ماتيماتيكا، ماشينن باو، اند الكترو انجينيور. يعني ارتستي هما الاطباء، بالنسبه للاطباء يوجد شغل كثير. ماتيماتيكا الرياضيات، من درس الرياضيات. ماشينن باو صناعه الميكانيك، ويعني مهندس الميكانيك ومهندس مهندس الكهرباء الكهربائيه مطلوب بشكل كبير في المانيا. Finanz- und Wirtschaftsmathematiker können sich auf dem Arbeitsmarkt wie Fußball-Superstar fühlen. هنا عملنا مقارنة بالنسبة للفينانس. الفينانس هو المجال المالي والمجال البنكي، يعني فينانس المجال المالي والمجال البنكي أو المجال الاقتصادي الخاص بالرياضيات، يعني الذي فيه رياضيات يعني يستطيعون يحسون وكأنهم حالياً كأنهم يعني نجوم كرة القدم. فيولن هو إحساس، يعني عندهم الآن حاليا مطلوبين بشكل رهيب، بشكل رهيب الناس التي تفهم في الرياضيات، الرياضيات المالية أو الرياضيات الاقتصادية. يعني عندهم الآن إحساس رائع كأنهم مقارنة كأنهم فوسبال زوباستار، يعني كأنهم أبطال كرة القدم. So gut sind ihre Arbeitsmöglichkeiten. يعني بشكل كبير، كبيرة هي فرصهم في العمل. Für Betriebswirte und Informatiker werden die Jobchancen schlechter. يعني بالنسبة للذين درسوا الاقتصاد. Betriebswirte هو من درس، كل من درس الاقتصاد. الاقتصاد وأصحاب الذين درسوا الانفورماتيك، يعني مجال علم الكمبيوتر. werden die Jobchancen schlechter، يعني تصبح فرصهم في إيجاد عمل ضعيفة، لأنه كثير من الشباب يدرسون الآن الانفورماتيك، علم الكمبيوتر، أو يدرسون الاقتصاد، فهناك منافسة كبيرة بالطبع. Denn die Zahl der Berufstätigen mit Diplom hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. يعني عدد الأشخاص الذين أنهوا دراسة الاقتصاد أو الأشخاص الذين درسوا
الانفورماتيك اصبح كبير دان ديتصال دار بيروفستيتيغن بيروفستيتيغن يعني الذين يشتغلون وعندهم دبلوم هاد زيش ان ليتسن يارن فير دوبلت فير دوبلت هو فعل فير دوبلن اي تزايد تضاعف فعل تضاعف هاد زيش فير دوبلت هنا في البراكتيكوم هات وفير دوبلت في البراكتيكوم في الماضي يعني عددهم تضاعف كثيرا دوخ جوت Absolventen finden immer noch aber doch gute Absolventen finden noch immer eine Stelle. لكن يعني الطلبة المجتهدين المجدين الذين أنهوا دراستهم بشكل يعني متميز ورائع دائما عندهم فرصة كبيرة في العمل. يعني gute Absolventen gute Absolventen هو من أنهى دراسته الجامعية فيندن يجدون نوخ لا زالوا يجدون دائما اين شتيله شتيله هو عمل او شغل دي تسوكونفت في بيولوجن يعني مستقبل البيولوجن ارشيتكتن هم الذين يصممون البنايات ماذا نسميه بالعربي ارشيتكت هو مهندس معماري المهندس المعماري الآن نتحدث عن يعني البيولوجي من درس البيولوجيا أو المهندس المعماري يوغيستن الذين يشتغلون يعني الذين درسوا الحقوق أنه الحقوق sieht schlecht aus die Zukunft für Biologen Architekten und Juristen sieht schlecht aus فعل aussehen aussehen أوسزين عندها مجموعة من المعاني يعني أوسزين يعني شكل الشخص أوسزين مثلا تقول لشخص أنت شكلك جميل أنت جميل جدا دو زيست جوت أوس أو يمكن أيضا أن تعمل بها مقارنة مثلا مستقبل هذا الشغل شكله جميل أو شكله جيد وهذا ما قلنا هنا دي تسكن في يعني مستقبل مهن البيولوجيا الهندسة المعمارية أو الحقوق نظرته يعني شكلها أصبح سيئا يعني زيت جود أو لم يعد هناك عندهم مستقبل كبير أو خليغة حتى الأساتذة فيو فيشا بالنسبة لبعض المواد في مثل جيشيشته والتاريخ وداش براخن أو اللغات جيهورن تو ديزا جروب يعني حتى الأساتذة Auch Lehrer für Fächer wie Geschichte oder Sprachen gehören zu dieser Gruppe. الأساتذة الذين أساتذة التاريخ أو أساتذة اللغة أيضا هم ضمن هذه المجموعة. أي مجموعة؟ المجموعة التي die Zukunft aussichten sieht schlecht aus. يعني هم ضمن المجموعة التي مستقبلها ضعيف جدا. لا يوجد عمل جيد. Diese Studenten müssen ein hartes Studium absolvieren und der, هنا عندنا, diese Studenten müssen ein hartes Studium absolvieren und der Arbeitsmarkt bietet ihnen nur geringe Chancen. يعني هؤلاء الطلبة يكونون مجبرين على القضاء دراسة صعبة وبعد ذلك يجدون صعوبة في إيجاد عمل. يعني ديزو ستودنتن مسن اين هارتس ستوديوم هارتس ستوديوم دراسة صعبة يعني مجبرين ان يعملوا دراسة صعبة ابزولفيغن ان ينهوا دراستهم بشكل صعب هو ايغ اون دير اربايتسمارك اربايتسمارك هو سوق العمل بيتت اينن نور غيرينغ شانس بيتت اينن يعطيهم فقط فرص ضعيفة غيرينغ هو ضعيف والشانس هو فرصة يعني من يدرس البيولوجيا من يدرس الهندسة المعمارية من يدرس الحقوق ومن يدرس التعليم في خصوص اللغات والتاريخ فرصه في إيجاد العمل ضعيف Das Jura Studium zum Beispiel يعني دراسة الحقوق zum Beispiel على سبيل المثال war viele Jahre lang eine gute Grundlage für
فيوشتاي لكاغيير، يعني دراسة الحقوق كانت سنوات كثيرة. غوند لاغ هي أساس لي كاغيير، يعني مستقبل مهني رائع كانت في السابق. شتايل كاغيير هي مستقبل مهني جيد. غوند لاغ هي أساس. هويت اليوم أغبايتن، هويت أغبايتن نور 20% دير يوغيسن، اليوم يشتغل فقط 20% من دارسي الحقوق ان غوتن كانسلاي. كانسلاي هو مكتب المحاماة، فقط 20% من يشتغلون في مكتب محاماة كبير ورائع جدا. ودا شتاتس دينستن، او في شتاتس دينستن يعني مكاتب خاصة بالدولة مع الحكومة الألمانية. 80% كيمبفن 80%، كيمبفن يتصارعون، من كامف تصارع يتصارعون، يعني 80% يتصارعون ان كلاين البيغوس في مكاتب صغيرة، يعني كل واحد عنده مكتب صغير. ام دس اوكونوميش يبليبن، من اجل الحياة، من اجل ان يستطيع ان يعيش، يعني يتصارعون فقط من أجل أن يعيش. داس يبليبن أن يعيش الإنسان، يعني أن لا يموت جوعا. الآن سوف نجيب على الأسئلة. منشن ميت أينم أكاديميشن أبشلوس هابن بيسر، يعني أبشلوس هابن بيسر الشانسن أوف دم أربايتس ماركت أس أندر غيشتش، وغيشتش سوف نعملها باللون الأخضر. إذن هنا عندنا طبعا غيشتش عندهم فرصة كبيرة، من درس يعني في ألمانيا أصحاب الشواهد عنده فرصة كبيرة في إيجاد عمل. إن أين باريارن جبت إس نشت ميرزو في شتيلن في أكاديميكا، فالش، هذا خطأ، لأنه حتى في المستقبل يوجد هناك عمل، لذلك فالش، هذا الخطأ خطأ. لا، من اشتغل يعني من درس عنده فرصة في إيجاد عمل. ليغا براوخت مان إما، زي هابن زا غوتو أغبايت شونسن، للأسف لا، الأساتذة طبعا نحتاجها، لكن ليس كل ليغا، لأنه هنا لم يحددوا، لأننا عرفنا بأن ليغا فير جيشيشت فير شبخاخن ليس لديهم سوق عمل جيد، إذا هذه خطأ. Das Jura Studium ist heute keine Garantie mehr für eine Karriere. يعني دراسة الحقوق أصبحت اليوم ليست يعني غارانتي، لا تعطيك تلك الغارانتي الهدف، يعني لم تصبح في تلك الضمانة من أجل مستقبل مهني رائع. صحيح، دراسة الحقوق لم تعد لها تلك الضمانة من أجل مستقبل مهني رائع. الآن سوف أقرأ عليكم النص مجددا، نقرأه مع بعض بصوت مرتفع. Gute Zeiten für Akademiker. Zuerst die gute Nachricht. Akademiker sind seltener arbeitslos als andere Berufstätige. Die Zahl der arbeitslosen Akademiker ist in Deutschland dreimal so niedrig wie die Gesamtquote und die Tendenz ist positiv. Das heißt, man erwartet in Zukunft mehr Stellen in akademischen Berufen. Aber nicht alle Berufe haben gute Zukunftsaussichten. Sehr gut stehen die Arbeitschancen für Ärzte, Mathematiker, Maschinenbau und Elektronikingenieure. Finanz- und Wirtschaftsmathematiker können sich auf dem Arbeitsmarkt wie Fußball-Superstars fühlen. So gut sind ihre Arbeitsmöglichkeiten. Für Betriebswirte und Informatiker werden die Jobchancen schlechter. Denn die Zahl der Berufstätigen mit Diplom hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Doch gute Absolventen
finden noch immer eine Stelle. Die Zukunft für Biologen, Architekten und Juristen sieht schlecht aus. Auch Lehrer für Fächer wie Geschichte oder Sprachen gehören zu dieser Gruppe. Diese Studenten müssen ein hartes Studium absolvieren und der Arbeitsmarkt bietet ihnen nur geringe Chancen. Das Jurastudium zum Beispiel war viele Jahre lang eine gute Grundlage für steile Karriere. Heute arbeiten nur 20% der Juristen in guten Kanzleien oder in Staatsdienst. 80% kämpfen in kleinen Büros um das ökonomische Überleben. إذا أحبائي كان هذا هو درس هذا اليوم. سأكون شاكرا إن أعطيت لايك ونشرت هذا الفيديو على أصدقائك وأخبرتهم بذلك. درسنا المقبل إن شاء الله سيكون فيه أيضا إفادة واستفادة. سوف ندخل في غمار تعلم اللغة الألمانية وستحسون يوما بعد يوم بتحسن. هذا النص سوف تجدونه طبعا في صفحتي marovelt.net. إلى اللقاء ومع السلامة، ولا تنسى الضغط على لايك وكتابة شيء أسفل الفيديو. مع السلامة، إلى اللقاء.